تتألف مجرتنا درب التبانة من آلاف ملايين النجوم الساخنة الساطعة، وعند طرفها يلمع نجم لا يختلف عن أي نجم آخر، الشمس، النجم الوحيد القريب منا من نواح مختلفة. انقضى أكثر من نصف حياة الشمس وستموت في النهاية، وقد سمح ضوءها ودفئها بازدهار الحياة على الأرض، لكن لكل ذلك الضوء جانب مظلم حيث يستحيل التنبؤ بقوى الشمس. أحياناً يثور سطح الشمس مطلقاً حياتها الداخلية بعيداً في الفضاء. يمكن للعواصف الشمسية أن تعرض الأرض للخطر حتى مع توافر التكنولوجيا المتطورة. لا يمكننا فعل الكثير في مواجهة الشمس وهيجانها السريع. ستتسبب عاصفة شمسية قوية بانهيار شبكاتنا الكهربائية وتعطل الإنترنت وأنظمة الملاحة. ستمنع الطائرات من التحليق وستغلق محطات الكهرباء. والسؤال ليس إن كان ذلك سيحدث أم لا، بل متى سيحدث. سبتمبر أيلول عام 1859، كان المركب الشراعي ساذرن كروس قد قضى 3 أشهر في البحر متوجهاً إلى سان فرانسيسكو على الساحل الأمريكي الغربي. قبالة ساحل تشيلي علقت السفينة في عاصفة، وتدافعت الأمواج لتغمر سطح السفينة بينما انفتحت كل أبواب الجحيم فوقها. تحول لون السماء إلى الأحمر، فسطعت أقوى أضواء الشفق القطبي على الإطلاق. ظهرت الشحنات الكهربائية المعروفة بنيران سانت إلمو على طول الصواري والعوارض. في الصباح التالي اشتعلت السماء كما لو أن العالم كله يحترق. وعندما وصلت السفينة إلى سان فرانسيسكو ذهل الطاقم عندما اكتشف أن تلك الأضواء شوهدت في كل مكان من العالم. ففي أوروبا كان من الممكن مشاهدة أضواء الشمال من مسافة بعيدة وصولاً إلى إيطاليا. وفي الجبال الوعرة استيقظ الناس بفعل ضوء ساطع جداً تمكنوا من قراءة الجريدة بفعله، وبدأوا بإعداد الفطور ظناً منهم أنه ضوء النهار. هذه الأعجوبة الطبيعية شوهدت حتى في جزر الكاريبي. وفي المناطق الشمالية من أوروبا وأمريكا الشمالية اشتعلت الكهرباء في أسلاك الاتصالات البرقية. انفجرت شبكة الاتصالات البرقية التي جرى تركيبها مؤخراً، وتطايرت الشرارات في مكاتب البرقيات، واشتعلت النيران في الأوراق، وبدأت الآلات بالعمل من تلقاء نفسها، وأخذت البوصلات تدور بلا توقف. فما الذي سبب هذا كله؟ في لندن استطاع عالم فلك بريطاني شاب التوصل إلى سر هذا اللغز. كان ريتشارد كارينغتون البالغ من العمر 33 عاماً يشاهد الشمس من مرصده الخاص في صبيحة يوم 2 سبتمبر أيلول من عام 1959 عندما شاهد حدثاً يخطف الأنفاس. كان كارينغتون يحصي البقع الشمسية التي تظهر وتختفي على سطح الشمس كما يفعل كل يوم. تبدو سوداء بالنسبة إلينا مع أن حرارتها لاسعة. الآن نحن نعرف أنها أبرد من باقي مناطق سطح الشمس، وتحدث بفعل الحقل المغناطيسي الشمسي. عمل عالم فيزياء الفضاء البريطاني ستيوارت كلارك على التحقق من أحداث ذلك اليوم التاريخي. في 2 سبتمبر من عام 1859 كان ريتشارد كارينغتون يجري تصنيفه المعتاد للبقع الشمسية لذلك اليوم، لكنه شاهد شيئاً غريباً تماماً.
أمراً لم يره من قبل. كانت هناك تلك المجموعة من البقع الشمسية الضخمة للغاية، يبلغ قطرها حوالي 10 أضعاف قطر الأرض. وبينما كان ريتشارد يرسمها، ظهر شعاعان من الضوء الساطع للغاية فجأة فوق البقع الشمسية. كانا ساطعين بشكل لا يوصف، ثم تلاشيا بعد بضع دقائق واختفيا. لم يكن قد رأى شيئا كهذا من قبل. في الواقع كان الأمر غريبا جدا. إنها المرة الأولى التي يشاهد فيها إنسان الوهج الشمسي. ذهب كارينغتون إلى مرصد كيو على أمل أن يجد شاهدا آخر على هذا الحدث المذهل، لكن الحظ لم يحالف. وبينما كان يستعد للمغادرة، استدعاه مدير المرصد ليعود، وقال: هناك أمر يجب أن تراه. كانت هناك أداة مغناطيسية في كيو، ومرآة على المغناطيس، وشعاع من الضوء يرتد عن المرآة على قطعة من فيلم فوتوغرافي. وعندما قاما بإعادة مشاهدة الصور الخاصة بالثاني من سبتمبر، وفي التوقيت نفسه الذي شاهد فيه ريتشارد تلك التوهجات الشمسية وذلك الضوء الأبيض، لاحظا ارتفاعاً هائلاً. بدا كأن شيئاً قد امتد وضرب الحقل المغناطيسي للأرض وجعله يرن كالجرس. وإلى جانب الضوء والحرارة الملحوظين، كان هناك الكثير من الأشعة غير المرئية التي انتقلت من الشمس إلى الأرض. أضاف اكتشاف العواصف الشمسية الجيومغناطيسية المزيد إلى الفهم البشري للعالم. لقد غيرت بالتأكيد من منظورنا إلى مكاننا في الكون، لأنه حتى تلك اللحظة كانت الفكرة أن القوة الوحيدة التي تنقل نفسها عبر الفضاء هي الجاذبية، والجاذبية هي ما يبقي الكواكب في مداراتها. وكان كل شيء هادئاً جداً ولطيفاً في الواقع، كل شيء يتحرك ببطء شديد. لذا في تلك اللحظة عرفنا أن هناك قوة مغناطيسية تولد على الشمس ويمكنها الانتشار وضرب كوكبنا. وحتى تاريخه بقيت حدة العاصفة الشمسية التي حدثت في عام 1859 بلا نظير. أنشأ ستيوارت كلارك تقريراً مفصلاً للأحداث الدراماتيكية واكتشافات ملوك الشمس آنذاك. يعد اكتشاف كارينغتون أصل فيزياء الفضاء المعاصرة، وربما لن يشهد ستيوارت كلارك شيئاً كهذا على الإطلاق. تشير الطبقات القديمة في الجليد إلى الدائرة القطبية، إلى أن الأرض قد تشهد عاصفة مثل التي حدثت في عام 1859 كل 500 عام. لكن هذه الفرضية لا تحظى باتفاق جميع العلماء، فقد تمر نصف الألفية قبل أن تحدث مجدداً، أو ربما تحدث خلال أيام. بقيت الشمس تحت مراقبة لصيقة منذ أحداث عام 1859، وفي أيامنا هذه تجمع مسابير الفضاء البيانات وتعمل كنظام إنذار مبكر. وكلما أصبح العالم رقمياً أكثر ومترابطاً أكثر، كانت الكارثة التي قد تسببها عاصفة شمسية أعظم. وفر مسبار مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية الأمريكي الذي أطلق في عام 2010 صوراً جديدة للشمس تثير القلق. تسجل كاميرات المسبار 10 أطوال موجات مختلفة، واعتماداً على طول الموجة واللون المخصص لها، تظهر كل صورة منظراً مختلفاً قليلاً للشمس. منذ بدأ مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية بتمثيل الشمس بألوان مختلفة، بدا سطح الشمس أكثر وضوحاً وأقوى وأكثر إبهاراً. يمكن وضع 1,300,000 كوكب من حجم الأرض داخل الشمس.
إنها كرة من الغاز الملتهب وليست جسماً صلباً. تشكل النواة الذرية داخل الشمس بلازما كهربائية تصل حرارتها إلى ملايين متعددة من الدرجات. هذا كله يحدث عند أطوال موجات الضوء غير المرئية للعين المجردة. تظهر حقول مغناطيسية هائلة في جحيم سطح الشمس وتتوسع وتتقلص مع حركة البلازما، ما يتسبب بظهور البقع الشمسية والرياح الشمسية. تعمل الرياح الشمسية التي هي عبارة عن الجزيئات التي تصدرها الشمس إلى الخارج مثل الرياح على الأرض، ما يعني أنها تحدث ضغطاً. لذا فإن سفينة الفضاء الأولى التي أرسلتها ناسا إلى المريخ مارينر تحمل جنيحات معدنية يمكنها أن تعمل مثل أشرعة صغيرة تلتقط الرياح الشمسية وتساعد على موازاة السفينة الفضائية مع الشمس ومع الكوكب. تتألف الرياح الشمسية من جزيئات مشحونة كهربائياً ترسلها الشمس أثناء دورانها. يحمي الحقل المغناطيسي للأرض الكوكب من تأثير الرياح الشمسية، وعندما يبدأ الغلاف الجوي فوق القطبين بالتوهج فهذا يعني أن الحقل المغناطيسي للأرض يتعرض لهجوم. وعند حدوث انفجارات كبيرة تعرف باسم انبعاث الكتل الإكليلية تصبح الرياح الشمسية عاصفة. يدير فريدريك كلتا مركز البيانات العالمي لمؤشر البقع الشمسية في المرصد الملكي البلجيكي في بروكسل. وهنا يجمع الباحثون البيانات من كل أنحاء العالم لوضع مؤشر يومي للبقع الشمسية. إن حجم هذه البقع الشمسية لا يمكن تصديقه، أصغرها بحجم الأرض. في الواقع العديد من البقع الشمسية الكبيرة أكبر من ذلك، وأكبر البقع تلك المجموعات الكبيرة للغاية، عادة ما تكون عملاقة، ويمكن لبقعة واحدة منها احتواء ما بين 10 كواكب إلى 15 كوكباً من حجم الأرض داخلها. وعندما ندرك أنها ليست إلا علامة على حقول مغناطيسية عملاقة تتجاوز قوتها قوة الحقل المغناطيسي للأرض الذي يحرك إبرة بوصلتك بآلاف الأضعاف، فإن قوة الحقل المغناطيسي الشمسي هائلة جداً مقارنة بأي شيء على الأرض. يتغير موقع البقع الشمسية مع دوران الشمس، كما أنها تظهر وتختفي في دورة تحتاج إلى 11 عاماً. وخلال فترة النشاط الشمسي المنخفض قد تمر أشهر من دون ملاحظة أي بقعة شمسية مرئية، لكن بعد سنوات خلال النشاط الشمسي الأقصى قد تظهر المئات منها. طوال قرون جمعت التلسكوبات معلومات عن الشمس وسلوكها، وكلما كان التلسكوب أكبر كان ذلك أفضل. يقع أكبر تلسكوب في أوروبا في جزر الكناري وسط المحيط الأطلسي، ويحمل هذا التلسكوب اسم غريغور على شرف عالم الفلك الإسكتلندي ومصمم التلسكوب جيمس غريغوري، وتعد هذه المنشأة مشروعاً مشتركاً لعدد من المعاهد البحثية الألمانية. يقع تلسكوب غريغور في تنريف على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، وهو جزء من مجموعة مراصد تركز بشكل كبير على الشمس ونشاطها. وبفضل الرياح المستمرة الآتية من البحر فإن الهواء الدافئ لا يعيق المشهد. يعمل تلسكوب غريغور والتلسكوب فاكيوم تاور المجاور والمنشآت الأخرى على التحقق من العمليات الفيزيائية
في مناطق لا تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً. الأمر يشبه التحديق إلى علبة ثقاب من على بعد 150 كيلومتراً. تجري دراسة كل من الخصائص المرئية وما تحت الحمراء للشمس إلى جانب طبقة الغاز التي تظهر لنا على السطح. ولكن لماذا المرور بكل هذه المعاناة على الأرض عندما تكون المسابير في الفضاء قريبة جداً من الغرض الذي يجرى البحث حوله؟ إن السبب الرئيسي للبقاء على الأرض من أجل المراقبة الشمسية يكمن في امتلاك تلسكوبات ضخمة. كلما كبرت فتحة المراقبة أكثر، حصلنا على تأثيرين. الأول هو قدرتنا على حل الهياكل الدقيقة، والأثر الآخر هو أن التلسكوبات تعمل مثل مستقطب للضوء على شكل دلو. لذا لدينا فتحات كبيرة لجمع الكثير من الفوتونات، وهذه هي الفوتونات التي تحتاجها إن أردت التوصل إلى قياسات في غاية الدقة، وهو شيء لا يمكنك فعله في الفضاء. وبينما يبلغ قطر فتحة أضخم تلسكوب شمسي في الفضاء 50 سنتيمتراً، فإن أصغر تلسكوب هنا لديه فتحة قطرها 70 سنتيمتراً، لذا فهو أكبر بالفعل. يحجب الغلاف الجوي للأرض الضوء ما فوق البنفسجي والأشعة السينية، ولقياسهما بدقة يجب إرسال المعدات إلى الفضاء ليستطيع العلماء حينها دمج البيانات المجموعة في الفضاء مع ملاحظاتهم على الأرض. يركز البحث في المجمل على سمات الحقول المغناطيسية للشمس وسلوكياتها، فهي تتسبب بحدوث نبضات في سطح الشمس وحدوث العواصف الشمسية المخيفة. في تنريف يضع العلماء خرائط للحقل المغناطيسي الشمسي، ويمكنهم المساعدة على توقع متى ستحدث العواصف الشمسية وأين. لكن مما تتألف الشمس في الحقيقة؟ ما الذي يجعل النجوم تشع؟ الجواب في تقسيم ضوء الشمس إلى الأجزاء التي تشكله. فالطيف اللوني للضوء المرئي يعمل مثل الباركود، ويوفر المعلومات حول مصدره للذين يمكنهم فك شفرته. ومثل الشمس، كل نجم يصدر ضوءاً مميزاً يمكن تقسيمه إلى ألوان منفصلة. في عام 1925، توصلت شابة تعمل على أطروحة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اكتشاف مذهل يمكنه المساعدة على فك ألغاز الكون. تعد سيسيليا بين واحدة من أعظم علماء فيزياء الفضاء على الإطلاق، وكانت مذهلة حقاً. تمكنت من فك تشفير الباركود الخاص بضوء النجوم، وتوصلت إلى أن كل النجوم بما فيها الشمس متماثلة، بما أنها تتألف بشكل أساسي من عنصرين، الهيدروجين والهيليوم. يكمن مفتاح هذا الاكتشاف في الخطوط السوداء في الطيف اللوني للضوء، حيث توجد هذه الخطوط في كل مكان تقوم فيه عناصر كيميائية معينة بجذب الضوء، ما يتسبب بإيجاد بصمة مميزة للنجوم. كان هذا الاكتشاف ثورياً للغاية في زمنها، إلى درجة أن المشرف عليها اقترح أن تقوم بذكر ما توصلت إليه في نتائج أطروحتها، مع إدراج تصريح إخلاء مسؤولية يقول إنه ربما كان هناك خطأ في الحسابات في مكان ما. لكن بالطبع لم يكن هناك خطأ، كان واحداً من أعظم الاكتشافات في فيزياء الفضاء على الإطلاق. فتحت الاكتشافات التي توصل إليها ريتشارد كارينغتون وسيسيليا بين الباب نحو النجوم، ومع ذلك لم تتطور الأبحاث الشمسية بشكل دراماتيكي إلا أثناء الحرب العالمية الثانية. كانت القوى الجوية الألمانية على علم بأن الانفجارات الشمسية الهائلة قادرة على تعطيل شبكات اللاسلكي
وتعريض المهمات العسكرية للخطر. استثمر الرايخ الألماني بشكل كبير في تأسيس شبكة من المراصد الشمسية، لا يزال العديد منها قائماً حتى الآن بدون تعديل يذكر. كانت تلك المراصد أسلاف أنظمة المراقبة الحديثة التي تتوزع عبر العالم. ويعد مرصد كانزل هوي في النمسا جزءاً مهماً من هذا النظام. خلال الأربعينيات والخمسينيات نتج عن النشاط الشمسي المتزايد أعداد كبيرة من البقع الشمسية، لكن أعدادها تراجعت في 60 عاماً الماضية. هذا لا يعني أننا سنتوقف عن الاهتمام بالشمس، حيث تؤدي التلسكوبات الأصغر حول العالم دوراً مهماً في تتبع النشاط الشمسي. إن قمتم بمقارنة تلسكوبنا بتلسكوبات تنريف، فستجدون أنها تمتلك دقة عالية جداً، وأنها قادرة دوماً على مراقبة أجزاء صغيرة من سطح الشمس. هنا تقوم هذه التلسكوبات الصغيرة دائماً بمراقبة القرص الشمسي بأكمله، وهذا مهم لرؤية ما الذي يحدث على الشمس، لأن بعض الانفجارات قد تحدث في كل مكان على الشمس، من الأطراف حتى المركز، وبالتالي فأنت تحتاج إلى مراقبة الشمس. يقوم التلسكوب بتسجيل 10 صور في الدقيقة ويبثها حول العالم في غضون ثوان. نحن نقوم بمراقبة دورية للشمس كل يوم طوال العام عند شروق الشمس وفي حال ظهور بعض التوهجات، فإننا نصدر تحذيراً موجهاً لوكالة الفضاء الأوروبية. قبل 50 عاماً بدأ أول مسبارين شمسيين في العالم رحلتهما الطويلة إلى الشمس، ويحملان اسم هيليوس تيمناً بإله الشمس الإغريقي. كان ذلك أول تعاون دولي في مجال الفضاء ومشروعاً مشتركاً من تنظيم ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف ألمانيا. لطالما أراد علماء الفلك وعلماء فيزياء الشمس الاقتراب قدر الإمكان من الشمس. كانت مهمة هيليوس مميزة لأنها اقتربت من الشمس قدر الإمكان في تلك الأيام، لكنها أيضاً أصبحت أسرع جسم متحرك من صنع الإنسان. وإلى وقت قريب بقي مسبار هيليوس محافظاً على الرقم القياسي لأسرع سفينة فضاء في جميع الأزمان. لقد استخدموا الجاذبية للوصول إلى سرعات أعلى من 250,000 كيلومتر في الساعة، ما يوازي 6 أضعاف سرعة مهمات أبولو التي سافرت إلى القمر. كان التحدي الأعظم يكمن في التأكد من قدرة المسبارين على تحمل درجات الحرارة المرتفعة. توصل المهندسون إلى بعض الحلول المبتكرة. يمكن للدوران المستمر بسرعة عالية للمسبارين إلى جانب تصميمهما ضمان أن تتعرض كل منطقة من الغلاف الخارجي لضوء الشمس المباشر لأجزاء من الثانية فقط. إضافة إلى ذلك، فالمرايا العاكسة تغطي نصف مساحة سطحهما تقريباً، وتتحكم الشرائح المتحركة بالإشعاع الحراري. داخل المسبارين توفر أحصرة اصطناعية عزلاً يعادل جداراً من القرميد بسمك 15 متراً، وتبقى حرارة المسبار من الداخل عند درجة حرارة الغرفة بالرغم من وصول حرارة القشرة الخارجية إلى 370 درجة مئوية. وصل مسبار هيليوس ألف إلى مسافة 46 مليون كيلومتر عن سطح الشمس، وهي المسافة نفسها تقريباً بين الشمس وكوكب عطارد. واستطاع هيليوس باء قطع مسافة أكبر وسجل رقماً قياسياً ببقائه سليماً طوال سنوات عديدة. لا أحد يعلم ماذا حدث للمسبارين. من المفترض أنهما لا يزالان يدوران حول الشمس.
لماذا تعد دراسة الشمس ذات أهمية كبيرة؟ لماذا هناك فرق كاملة تكرس كامل وقتها لشيء واحد في الكون في حين أن هناك مليارات النجوم؟ ليس هناك أي جسم آخر في الكون لديه ارتباط مباشر وفوري مع الأرض. أنت مشغول بما يحدث الآن، لا بما حدث قبل قرون أو ملايين السنوات الغابرة. إنه شيء يرتبط بالمقاييس الزمنية التي نعيش ضمنها. لم يجري التفوق على اكتشافات مثل راي هيليوس حتى الآن. في عام 2018 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مهمة ستقترب من الشمس أكثر بسبع مرات من هيليوس. على مسبار باركر الشمسي أن يتحمل درجات حرارة تعادل حرارة صهر المعادن 1400 درجة مئوية. سيستخدم المسبار مساعدات الجاذبية بالقرب من كوكب الزهرة لتغيير مساره، وسيصل في النهاية إلى سرعة 700 ألف كيلومتر في الساعة أثناء اقترابه من الشمس. ستقيس المعدات على متنه المحيط المباشر للمسبار، فالمسبار لا يحتوي على تكنولوجيا استشعار بعيدة المدى، على عكس المسبار الشمسي الأوروبي الجديد الذي يجري العمل على بنائه في إنجلترا. تتطلب مشاريع مثل مركبات السولار أوربيتر سنوات من التخطيط والتصنيع في منشآت فائقة النظافة. فذرة غبار صغيرة على أحد الحساسات قد تتسبب بتعطيله. يطرح الفنيون جزيئات متناهية الصغر، ويجب عليهم ارتداء ثياب واقية، وإلا فسيواجهون مشكلة تعريض سفينة الفضاء للخطر. يمثل تطوير سولار أوربيتر استثماراً بقيمة 500 مليون يورو، وسيكلف إرسالها إلى الفضاء ملايين متعددة من اليوروهات الإضافية. كل يوم يعمل متخصصون من مختلف أنحاء العالم على حل مشاكل مهمة، منها على سبيل المثال تركيب الدرع الحرارية. كيف يمكنهم تلحيم المكونات ببعضها بعضاً للتأكد من أنهم سيتحملون درجات الحرارة الفائقة الارتفاع؟ بالنسبة إلى العاملين هنا الأمر أكثر من مجرد عمل، إنها دعوة. يتعلق المرء بكل تلك المركبات الفضائية، وعندما ترحل فأنها ترحل إلى الأبد، لا أحد يراها ثانية، وهذا أمر فريد في حد ذاته، لا يمكن للكثير من الناس قول ذلك. يؤمل أن ترسل مركبة الفضاء سولار أوربيتر الأوروبية أول صور على الإطلاق للأقطاب الشمسية إلى الأرض. ينبغي أن توفر هذه الصور معلومات عن انحسار الحقل المغناطيسي الشمسي وتدفقه. بحلول الوقت الذي سيصل فيه المسبار إلى الشمس ستكون حوالي 40 عاماً قد مرت على انتهاء مهمة هيليوس الأصلية. أظن أنه عندما ننظر إلى تاريخ الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية الشمسية التي تراقب الشمس، فإننا نرى تقدماً، فكل مهمة تستند إلى ما توصلت إليه سابقتها. مع السنوات سوف ننجح. خلال العاصفة الشمسية العظيمة في عام 1859 أصبح ريتشارد كارينغتون أول شخص يؤسس لرابط بين الانفجارات الشمسية والشفق القطبي، ومنذ ذلك الحين أصبح من المعقول القول إن الشمس أحياناً تطلق عاصفة من الأشعة والجزيئات المشحونة نحو الأرض. بعد 50 عاماً من ذلك اكتشف العلماء أن الجزيئات من الشموس البعيدة في أعماق الفضاء تشق طريقها أيضاً إلى كوكبنا.
حصل عالم الفيزياء النمساوي فيكتور هاس على جائزة نوبل لاكتشافه المذهل في عام 1936. كان فيكتور هاس شخصية مثيرة للاهتمام فعلاً، فقد كان متعمقاً وحداثياً في علمه من حيث الطريقة والدقة اللتان تعامل بهما مع البيانات، لكنه كان أيضاً لا يزال يتمتع بحس المغامرة مثل أي مغامر. في عام 1912 انطلق هاس بشجاعة في رحلات متعددة على متن مناطيد الهواء الساخن على ارتفاع آلاف الأمتار فوق الأرض، ولاحظ أن الشحنة الكهربائية للهواء ترتفع مع زيادة الارتفاع. كانت الفكرة أنها لابد آتية من الشمس، وهكذا انتظر حلول كسوف شمسي شبه كامل ليقوم برحلة أخرى في المنطاد ويقوم بالتجربة مجدداً. والآن مع وجود القمر في طريق الشمس يحجب الجزيئات الآتية منها، وقد ظن مجدداً أنه سجل انخفاضاً في الإشعاع، لكن لا، فقد استمر الإشعاع في الغلاف الجوي في الارتفاع مع زيادة الارتفاع الذي يصل إليه حتى خلال الكسوف. وهكذا كان من الواضح تماماً أنه مهما كان ذلك الإشعاع فهو آت من الفضاء البعيد، لهذا يسمى هذا الإشعاع الإشعاع الكوني. بعد 100 عام في عام 2012 نظم عالم فلك إيطالي رحلة استكشافية ليكرر تجارب فيكتور هاس. وعلى ارتفاع عال فوق الأرض فإن كل صوت يصدره عداد جايجر يمثل جزيئة تصل من الفضاء البعيد. في أيام هاس لم يربط أحد هذا المطر الكوني بالرياح الشمسية وتأثيرها على المناخ. تحدد الدورات الشمسية هذه العلاقة. كل 11 عاماً أو نحوها تصبح الشمس فائقة النشاط وتنتج الكثير من البقع الشمسية ثم تهدأ مجدداً. الآن نحن في الوقت الذي تكون فيه الشمس عند أدنى مستويات نشاطها، وهذا يعني أن أسابيع تمر من دون رؤية أي بقعة شمسية. قد تظهر بعض البقع الصغيرة والفائقة الصغر، لكننا نتوقع أن نبقى ضمن هذه الحالة طوال السنتين المقبلتين، ثم ستزداد مجدداً. قد تظهر دورة أخرى، ربما دورة تمتد لعقود متعددة. إن نظرنا إلى آخر الدورات الشمسية فسنرى أنها حدثت في الخمسينيات، حيث بلغ النشاط الشمسي ذروته. ظهرت الكثير من البقع الشمسية المرئية، ثم بدأ هذا العدد بالانخفاض. يبدو أن هناك دورة علوية تمتد لبضع مئات من السنين يرتفع فيها النشاط الشمسي وينخفض، لذا يمكننا أن نتوقع أن تكون الدورات الشمسية التالية منخفضة فعلاً. هذه هي الدورات الثلاث الأخيرة لنشاط الشمس، وإن كنت جريئاً وقمت بوصل نقاط الذروة هذه معاً فعندها ستقول حسناً، ينبغي أن تكون الدورة الشمسية التالية منخفضة للغاية. ما هي عواقب انخفاض النشاط الشمسي لوقت طويل؟ إنه يؤثر على الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض، فعندما ينخفض الأثر الشمسي يزداد عدد الجزيئات المشحونة التي تضرب الكوكب. كلما ضعفت الرياح الشمسية ارتفعت مستويات الإشعاع الفضائي. وهذا الأمر لا يسر رواد الفضاء بشكل خاص، فهم يتعرضون خلال السير في الفضاء لجرعة من الإشعاع خلال يوم واحد تعادل سنة كاملة على الأرض، وهذا بالكاد ما يعد وضعاً آمناً. تحتاج الحماية من الجزيئات المشحونة إلى مجهود كبير، ففي حال ارتفاع مستويات الإشعاع الخطر سيجري تأخير الرحلات المستقبلية إلى المريخ أو التخلي عن الفكرة. على محطة الفضاء الدولية يستخدم رواد الفضاء حلاً بسيطاً لحماية أنفسهم،
يمكن للانفجارات القوية على سطح الشمس أن تزيد من مستوى الإشعاع بشكل كبير خلال بضع ساعات فقط. وحالما يجري تحذيرهم من الخطر، يقوم طاقم محطة الفضاء بالاحتماء في وحدة معزولة على الجانب الأبعد من الشمس من محطة الفضاء. يمكن للإشعاع الكوني المتزايد أن يؤثر أيضاً على مناخنا كما تشير الأحداث الماضية، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي قد ينخفض فيها النشاط الشمسي. ما نعرفه أيضاً هو أن هناك حوادث أبعد بكثير في الماضي حيث توقفت الدورة بالكامل تقريباً، فخلال عقود متعددة لم تلاحظ أي بقع شمسية، والسجلات التي لدينا حول المناخ في تلك الفترات تشير إلى أن هذا يتوافق مع فترات كان الشتاء فيها في أوروبا أكثر برودة من الآن على سبيل المثال. سجل التاريخ 4 عصور من هذا النوع، وقع 2 منها في أواخر العصور الوسطى وتفصل بينهما نحو 200 عام، وكان 3 في فترة الباروك، وحدث 4 في بدايات 19. انقسمت الآراء بشأن ما إن كانت الشمس هي السبب الوحيد، فدرجات الحرارة المنخفضة في هذه العقود يمكن عزوها إلى الانفجارات البركانية أو غيرها من الأحداث الطبيعية. وإن كانت الشمس ستفعل ذلك الآن مجدداً، فسنكون قادرين على أن نرى تماماً تأثيرات الشمس على الأرض فعلاً. نظراً للارتفاع الحالي في درجات الحرارة على الأرض، فإن أحد أهم الأسئلة التي نواجهها هو ما الأثر الذي ستتركه الشمس على التغير المناخي، بما أن النشاط الشمسي ينخفض منذ 50 القرن. إذن النمط يتجه نزولاً، وهذه نتيجة مؤكدة، ومن ناحية أخرى لدينا هذا الارتفاع في الحرارة الذي كان ثابتاً طوال تلك الفترة تقريباً بدون أنماط هابطة، وهكذا فإن من الواضح أنه لا يتناسب مع ما تفعله الشمس الآن، ما يشير بوضوح إلى النمط الحالي. حسناً، لابد من وجود مصدر آخر غير الشمس، وبالطبع فإن علماء المناخ الآن قد حددوا السبب المحتمل، ألا وهو النشاط البشري. يبدو من النظرة الأولى أن الشمس لها تأثير أقل على الاحتباس العالمي الحراري، لكن إن أصبحت الشمس أقل نشاطاً فقد يصبح للأشعة الكونية مسار مباشر إلى الأرض. تقول النظرية إن الجزيئات الكونية ستزيد من إنتاج الماء والغيوم في الغلاف الجوي وتحجب الشمس وتخفض الحرارة. وقد أثبتت تجربة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن في جنيف صحة هذا، حيث تجري محاكاة السيناريوهات على حافة غلافنا الجوي في حاوية فولاذية. ويبقى السؤال الحاسم هو: هل يمكننا إحداث غيوم داخل الحاوية المعدنية باستخدام الجزيئات المشحونة؟ تكشف التجربة أن الجزيئات الكونية تؤدي دوراً بالفعل وتؤثر على مناخنا. هذا يعني أن الشمس الأقل نشاطاً قد تبطئ التغيير المناخي في المستقبل المنظور، لكن ذلك غير مؤكد. لا يمكن التفكير في وضع كل شيء في المعادلة والتنبؤ بالقصة كاملة للـ50 عاماً المقبلة. أفضل أمل حالياً يكمن في واحد من البحوث حول الفيزياء الشمسية على الأقل الذي يتنبأ بأن فترة الدورة الشمسية تدوم 11 عاماً. سيكون هذا بالفعل إنجازاً مذهلاً. في جامعة نورثومبريا في بريطانيا العظمى لدى أحد العلماء وجهة نظر مختلفة. عالمة الرياضيات والفيزياء الفلكية فالنتينا زاركوفا تتوقع سلوك الشمس لقرون مقبلة، وهي توافق على أن الشمس سرعان ما ستصبح أقل نشاطاً لحوالي 35 عاماً. لدورات الشمس أرقام،
وستنتهي الدورة 24 في حوالي عام 2020. نحن في فترة النشاط الأدنى بين الدورتين 24 والخامسة والعشرين، لذا فإن الدورة 25 ستبدأ، وهنا تبدأ دورة الذروة الكبرى. ستكون الدورة 26 هي الدنيا، عندما سينخفض الحقل المغناطيسي للشمس بنسبة 70%، وعندها سيبدأ بالازدياد في الدورة 27 مجدداً. واعتباراً من الدورة 28 تعود الشمس إلى النمط النظامي، ستزداد وتصل إلى الذروة ثم إلى الحد الأدنى، وسيصبح الطقس حاراً جداً. آخر فترة مماثلة تعرف باسم الحد الأدنى للطاقة الشمسية الكبرى حدثت قبل 200 عام، وساهمت في حدوث عصر جليدي صغير. كيف تستخدم فالنتينا هذه المعرفة للتنبؤ بالمستقبل؟ ليس هناك سحر ولا أرنب يخرج من قبعات الساحر، إنها مجرد مقاربة رياضية وحسب. تستند في فرضيتها إلى عمل الحقول المغناطيسية في قلب الشمس، فحركتها تحافظ على استمرار تدفق البلازما المضادة للحركة. قد تقوي هذه التدفقات أو يعاكس بعضها بعضاً. يتعلق نشاط البقعة الشمسية بحركة البلازما وفترات النشاط المتزايد أو المنخفض المتناسبة مع ظهور البقع الشمسية والفترات الباردة في السجلات التاريخية. عندما بدأنا العمل على شيء يمكنه التنبؤ بالنشاط الشمسي على المدى الطويل، اكتشفنا بالفعل أن البقع الشمسية مصدر غير موثوق به جداً. مهما كان ما تستخدمه، فلا يمكن التنبؤ بأكثر من دورة واحدة. فتسألت عن أصل المشكلة. إن فترة البقع الشمسية والحقل المغناطيسي لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً جداً من الحقل المغناطيسي الكامل. ربما نحتاج إلى التحرك خطوة أخرى واستخدام وسيط مختلف للنشاط الشمسي غير البقع الشمسية التي تحمل عيوباً كبيرة، بل يجب الاعتماد على الفاعل الرئيسي، هذا الحقل المغناطيسي للشمس في الخلفية الذي هو أكبر بكثير ويتمتع بالدقة. إن كانت فالنتينا محقة، فمن الممكن أن الفترة المقبلة للضعف الشمسي قد تبطئ من التغير المناخي الذي يتسبب به البشر لبضعة عقود. على الأقل حتى عام 2055 تقريباً سيبدأ معدل التغير المناخي بالارتفاع مجدداً. لن تعمل قلة النشاط الشمسي بأي شكل من الأشكال على إبقائنا بأمان من تأثير العواصف الشمسية. تتصرف الشمس بشكل متكرر عشوائياً خلال فترات عدم النشاط أو الفترات الانتقالية. تبقى تقارير طقس الفضاء الدقيقة أساسياً. قد تتسبب عاصفة شمسية قوية بدون تحذير مسبق بضرر يبلغ 40 مليار دولار يومياً في الولايات المتحدة فحسب. غالبية خبراء الشمس هنا في بروكسل وأماكن أخرى يذكرون بأحداث عيد هالوين في عام 2003 عندما نجت الأرض من وقوع الكارثة. في 29 من أكتوبر تحولت السماء فوق كاليفورنيا إلى اللون الأحمر الدموي، وفي 31 منه شهد الوهج في أوروبا الوسطى، كما هو الحال هنا في أعلى مباني الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا. كانت عاصفة عام 2003 مذهلة جداً طوال فترة 15 يوماً. كانت هناك مجموعتان ضخمتان من البقع الشمسية التي كانت تصدر التوهجات الشمسية بصورة يومية تقريباً. كانت الغيوم المغناطيسية والجزيئية التي جرى نفثها تأتي في الواقع بالتتالي، حتى أن بعضها تخطى الغيوم السابقة واندمج معها قبل وصولها إلى الأرض، وهذا ما ضخم العواقب على الأرض. انهارت الشبكة الكهربائية في ملموس سويدية، لكن العلماء مسرورون جداً بذلك. وها هي الأولى ضخمة بحجم كوكب المشتري،
هناك واحدة أخرى، وهناك شيء يتطور هنا أيضاً. تحتاج العاصفة إلى 19 ساعة للوصول إلى الأرض. لم تشهد السويد أبداً هذا المستوى من الاضطراب، كما أن البلد لم يمتلك يوماً من قبل مثل هذه الشبكة الكهربائية الكثيفة. ينتج صانع الأفلام أد هارمان وثائقياً عن حرب العراق في ذلك الوقت، حيث قام الضباب الدخاني فوق بغداد بتصفية الأشعة من الشمس الغاربة، ما جعل البقعة الشمسية مرئية بالعين المجردة للمرة الأولى على الإطلاق. أعتقد أن كل شخص في المرصد الشمسي تلقى مكالمات من وسائل الإعلام تطلب إجراء مقابلات معه وتسأله عن حقيقة ما يجري. بدأ النقل الجوي يعاني من بعض الصعوبات، ففي 18 من أكتوبر حذرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية من أن المسافرين والأطقم سيتعرضون لمستويات إشعاع أعلى أثناء عبور الأطلسي، وأعيد توجيه الطائرات إلى مسارات إلى الجنوب أكثر على ارتفاعات أقل. في الفضاء فقد الاتصال مع القمر الصناعي الياباني الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار. حوالي نصف مركبات ناسا الفضائية سجلت أعطالاً من نوع ما، غالبيتها بسيطة، لكن هناك أشياء تداخلت مع طريقة عملها. في 4 نوفمبر وقع أضخم انفجار شمسي مرئي من الأرض في العصر الحديث، ومن المذهل أنه لم يؤثر على الكوكب. كان نشاطاً عالي الوتيرة بالفعل، ومع الألعاب النارية الأخيرة التي أشعلت فقد افترضنا أنها أضخم هذه التوهجات، لكنها كانت نتيجة واحدة من المجموعات عند مرورها خلف الطرف الغربي، وبالتالي كانت مرئية مباشرة من الأرض، لذا لم نكن في خط مباشر مع التوهج المرئي. جرى تجنب كارثة محتملة في غضون أيام، ما جعل أهمية إبقاء الشمس تحت المراقبة أمراً واضحاً جداً. تحدث العواصف الشمسية بغض النظر عن البقع الشمسية والدورات الشمسية. لا تعد الشمس غير النشطة مؤشراً على الأمان، فنحن تحت رحمة شمس سريعة الهيجان للأبد. أنا أحب كثيراً التشبيه الذي استعمله عالم الفلك ويليام هيرشل لوصفها، حيث قال إنها تشبه نهر النيل في مصر. إنه شيء يشبه البركان، كما لو أن منزلك مبني على سفح بركان، وفي كل عام يفيض نهر النيل وينتج تربة خصبة. يعود تاريخ آخر ثوران إلى قرون متعددة مضت، لذا لا أحد يتذكر ما الذي حدث. لا نعرف تماماً حجم الفيضان الذي سيحدث، ولا نعرف تماماً مدى خصوبة التربة. إنها فعلاً ضمن فئة الاحتمال الضعيف من حيث حدوثها، ولكن عواقبها عالية الخطورة. وقال ويليام إن الشمس تشبه ذلك نوعاً ما، إنها مثل النيل للبشرية. إذن الأمر يشبه بركاناً ينفجر فقط مرة كل 500 عام أو نحوها، وجل ما يسعنا فعله هو فهمها والانتباه منها وتوقع متى يمكن حدوث الانفجار والتعامل معه كما يجب.